تسابق المؤسسات الأربعة المنجزة لمشروع تحلية مياه البحر تغرمت، تسابق الزمن للدفع بوتيرة الأشغال التي تخطت اليوم نسبة 75% من الإنجاز على أن تستكمل إجمالاً قبل نهاية السنة الحالية. بما يخص الإنجاز أكثر من 75% ونحن سنكون إن شاء الله في المدة الزمنية المحددة. كذلك لدينا ثانيك كل المؤسسات التي تتدخل هنا على مستوى هذا المشروع، هناك أربع مؤسسات نترافاي أون كورديناسيون أونتر لي زونتربريز بور كون أريف يعني لي ديلي تاعنا. الأشغال تمشي 24 ساعة على 24 ساعة، المواسير والماكينات كاع وصلوا بنسبة 90%. درك رانا في لافاز نتاع المونتاج تاع لي زيكيبمون، المونتاج تاع لي زيكيبمون هي المرحلة الأهم في مشروع الذي يتمثل في محطة تحلية المياه. المؤسسة الوطنية للقنوات أوناك راح تحط كل الريسورس اللازمة باش تمشي هذا المشروع وتوصله في الآجال المحددة. هذا المشروع الاستراتيجي جاء ليحل مسألة شح مياه الشرب بمناطق ولاية بجاية والولاية المجاورة، حيث من المقرر أن يغطي تزويد 300 ألف نسمة بمياه الشرب. تزويد يعني الساكنة بالمياه الصالحة للشرب ليس فقط بالنسبة لساكنة ولاية بجاية وإنما كذلك لساكنة ولاية المجاورة كبرج بوعريج البويرة. إنجاز البنية القاعدية للمشروع، تركيب التجهيزات والمضخات ومد قنوات شبكة النقل، كلها مراحل المشروع تواكب الإنجاز بالتوازي من أجل تسليم المحطة في الآجال المحددة ودخولها حيز الخدمة قريباً.